وأنتم أيها الإخوة تعلمون أن تناول العلم عموما والفقه بالخصوص يكون تناوله بأحد طريقين، إما بتناوله عن طريق معرفة الأبواب كاملا، أو أن يكون تناوله عن طريق معرفة المسائل والفروع دون الدخول في كليات الأبواب. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الذي يكسب المرأة تمام الملكة في الفقه ويجعله متصورا لتمام المسائل بأشباهها ونظائرها وجمعها وفرقها والأصل فيها والقاعدة يكون بتعلم الأبواب. ولذلك نقل أبو موسى المديني رحمه الله تعالى عن بعض أشياخه أنه قال: إذا أردت أن تعرف بابا وأن تضبط مسائله فإذا أردت أن تعرف فنا وتضبط مسائله فاعرف أبوابه، ثم ادرس كل باب من هذه الأبواب على حدة. ونحن في هذه الليلة سنتدارس بابا كاملا وهو باب الجنائز. وقد جاء عن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يحثون على هذه الطريقة، وهي تناول العلم عن طريق معرفة الأبواب. فقد جاء عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما روى أبو عمر بن عبد البر رحمه الله جل وعلا أنه قال: إني لتدارس باب من أبواب العلم أحب إلي من كذا وكذا من الطاعات. وذلك أن المرأة إذا ضبط بابا أحسنه وأتمه وعرف محترزاته وضبط المسائل التي فيه.